السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم البداحي عادل، معتقل سياسي سابق ومراسل صحفي سابق. الإخبار ديال اليوم غيكون كالتالي، هو إخبار للرأي العام الوطني والدولي. مؤخرا تم الاعتداء على الابن ديالي من طرف البلطاجية محسوبين على الفرق ديال كرة القدم، لا علاقة لهم لا بالروح الرياضية لا بالأخلاق الرياضية. ملي تهجموا على الابن ديالي قمت بوضع شكاية لدى رجال الأمن، كذلك شهادة طبية. الابن ديالي لا علاقة له معهم، لا علاقة لا من قريب أو من بعيد. هاد الناس هادو سمحنا لهم لأننا ما بغيناش نمشيو للحبس، باقيين قاصرين والعديد من الظروف بالنسبه حتى لوالديهم. كنتفاجئوا ليله الامس اللي هو البارح السبت مع 11 تقريبا 35 دقيقه ل 11:37 دقيقه، تهجموا علينا اكثر من 30 بلطاجي كلهم مدججين بالسيوف وبالهراوات وبالحجر، تهجموا على المنزل ديالنا. اذا هاد الناس ميمكنش يتجمعوا بدون سبب، وميمكنش يقوموا بهذا العمل بدون يعني ما يكونوا مدفوعين من جهات اخرى. هذا الشيء اللي كنقول، كاين الكاميرات موثقينه، وهذا هو المكان اللي جاوا منه. كاين واحد الكاميرا هنايا. المهم عندنا كل ما يثبت ان هاد الناس تجمعوا علينا، اداونا، ظلمونا، بغاو يزرعوا فينا الرعب والخوف، وهذا الشيء ان شاء الله ما غيكونش. من هذا المنبر كنوجه الرساله ديالي للدوله، وكنحمل الكامل المسؤوليه للنظام المخزني في كل ما سيقع لي او لاسرتي. انا ما عنديش حزازات مع الناس، ما عنديش مشاكل مع الناس، ما عنديش حتى شي حزازات. المشكل الوحيد اللي عندي مع النظام المخزني، وكنحملوا كامل المسؤوليه في كل ما ستؤول اليه الاوضاع. ازيد من 40 شخص كتهجم على المنزل ديالنا، هذا الشيء عيب بزاف. هذا الشيء لا علاقه له بدوله الحق والقانون. مره اخرى كنحمل المسؤوليه النظام المخزني في كل ما يقع، وهذه البلطجيه يجب معاقبتهم. والسلام عليكم.